يا مساءكم فلة، تعالوا النهاردة هوريكو أنا روقت المكتب بتاعي إزاي وخليته يوصل للمنظر اللي انتوا شايفينه ده. الموضوع ما كانش صعب بصراحة، لأن أنا رتبت الحاجة بتاعتي في الكوبايات اللي انتوا هتشوفوها، وكنت جايباها من اي تي كروشيه. هسيب لكم اللينك بتاع الصفحة بتاعتهم في الفيديو ده. خد بالك بقى، لأن من أول هنا الفيديو هيبقى سريع جدا، فيلا بينا نبدأ. عايزه اقول لكم ان انا اكتشفت ان انا عندي حاجات ما كنتش اعرف عنها حاجه، كنت ناسيها تماما، غير الاقلام.